السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ويا سهلا بكم يا متابعيني وحياكم الله. عندي لكم اليوم قصة ترويها لي وحدة، تقول حصل لي موقف، يعني موقف يا بنات محرج، عمري ما حصل لي زي هذا الموقف. تقول كنت ساكنة في مدينة، والمدينة هذه فيها أخوي، كان أخوي ساكن قريب مني يعني في نفس الحي. تقال من أخوي هذا يجي يسولف عند زوجي يعني كل يوم خميس، كل بعد أسبوع كذا يجي، وأنا عارفة يعني هو ليش يجي. هذا أخوها هذا تقول يجي يعني يدور سلف، تبي يتسلف من أخو من زوجي 1000 ريال، 500، 1500. هو طبعا ما يقدر يقول له شيء عشان يعني انه اخوي يعني. وكانت عمتي تقول تجي يعني اللي هي حماتها، عمتها ام زوجها، تجي تراجع عندهم. تقول يوم جاي يوم من الايام، يعني هو على طول السنه كل يوم، يوم بعد يوم، واحيان يجي مرتين في الاسبوع، واحيان يوم خميس، واحيان يجي مع الراتب. يوم جاي يوم ويجي لين عمتي موجودة عندنا اللي هي أم زوجي، تقول لين هي يتسلف، يبقى سلف سلف لي 500 ريال. تقول زوجي طبعا عشان يعني ما يقول لا، ما يرفض الطلب هذا، يعطيه والله، وقام وعطاها 500. وخذنا أسبوع كذا، يوم جاي يوم خميس وهو يجي، لين عمتي تقول نفس الشيء، عمتها أم زوجها باقي عندهم. هذه المرة الثانية تقول عطاها بعد أيضا، عطاها 250 زي كذا وراح. تقول آخر فترة وراحت عمتي، تقول يوم جاء آخر الشهر عمتي عندها مراجعة وجت. تقول يوم جت يا بنات ويجينا هالرجال هذا، جانا أخوي العصرية، سولف معنا وتقهوى، قال ميت زوجي تعال أبغاك عند الباب. طلع زوجي معه وكل شيء، يوم طلعنا عند الباب قال إني أنا أبغى 1000 ريال. قام تقول زوجي تقول عطاها 1000 ريال. قالت يعني وش يبقى بك هذا يعني يسيبك اللي هو أخو زوجتك؟ أمه تسأل يعني تسأل زوجي وش يبقى، قال يبقى للسلف، يبقى 1000 ريال، لأن هي خبرتها المرة اللي فاتت يعني إنه كان طالب اللي هي 500 ريال. تقول سكتت ما قالت شيء. تقول عاد راح زوجي، قام وطلع راح للمسجد. تقول جيت أنا جلست معاها بعد ما زوجي راح للمسجد، قلت برح أقعد مع عمتي شوية على بال ما يجي زوجي وأجي أصلح العشاء وأجيب العشاء لها هي ولدها ونتعشى كلنا سوا. تقول يا بنات وأطيح في موقف، يعني عمري أنا ما شفت موقف زي الموقف هذا. تقول تكلمني عمتي قالت لي يعني أخوكي كل بعد فترة يجي يطلب ولدي فلوس، وهذا ولدي يعني مسكين يكد عليه وعلى عياله، وهذا أخوس يجي ياخذ تعبه وياخذ جهده وياخذ حق عياله، هذا حق عياله وحقه هو، كيف نخوس يقعد كل شوي يطلب هذا، هذه يطلب 500، هذا شوي يطلب 1000 ريال، شوي يطلب 250 ريال. ليش ما تقولين مد أخوك إن هذا عيب أن يقعد يطلب ولدي كذا، وهذا زوجي ويعني حلاله من حلالك، كيف نستخلينه يعني كل شوية أخوس هذا يأخذ منه؟ تقول يا بنات والله إني جيت في موقف، عمري ما حسيت موقف غير موقف زي الموقف هذا، محرج، ما أقدر أقول شيء، يعني الحرمة كذا يعني ماسكتني بكلام، يعني مرة يعني حساس قوة يعني مرة. تقول ماذا أبشري يا عمّا، إن شاء الله إني بقول. كانت تقولي له خلاص لا عاد يطلب من ولدي فلوس، إن هذا ولدي مسكين ليلة ونهار في الدوام، وأنت خبرين يعني عسكرية قوية شوية يعني صعبة، ويعني حراسات أمنية وكذا، ليش يعني تخلين أخوك كل شوي؟ قولي له خلاص، ليش ما تتكلمين معه؟ وأنا ما أقدر، لا أقدر أكون مد أخويا ما لا عاد تجينا، ولا أقدر أكون مد زوجي يعني لا عاد تعطيه. يقول انه اخوكي يعني، وانه يعني جاء طلبني وعشان كان اعطيه الصراحه. بعدين والله يا بنات قاعده تعد الحرمه تقول لي كلام يعني ان اخوانك يعني ايش مصلحجيين وكذا، انهم يعني ياكلون ولدي وكذا. والله تقول ما قدرت اقول لها ولا كلمه،
غير اني قلت ان شاء الله يا عمه اني باكلم اخوي ويعني اخليه ما عاد يطلب من ولدك فلوس ولا شيء. تقول يوم اخذت فتره وانا اصلا وانا ننزل الديره عشان نعيد. تقول هذا الاخوان هذا لا ما ادري ايش مشكلتهم. تقول يقوم واحد ثاني بعد عدة ثاني تقول يقوم يطلب مني ايضا 1000 ريال. هذا واحد من اخوه ثاني بعد. تقول واجي ابى اتكلم مع زوجي ما قدرت اتكلم معه. ما قدرت اقول له اخوي يعني الثاني هذا يبغى 500 ولا يبي 1000 ريال. قال تبغى شيء؟ قلت والله ما ابغى شيء. كان سكرت يتكلم. قلت ما بنات هذاك الموقف عقد لساني ما اقدر اتكلم معه في فلوس يعطي فلان ولا علا. تقول اقوم ما قدرت اقول لها ان اخوي يبغى فلوس او تسكت. رحت لأخوي قلت أنا ما قدرت أتكلم مع زوجي عنده رجال في المجلس وأنا ما قدرت أتكلم معه. قال يعني عنده فلوس ولا ما عنده فلوس؟ خذي فلوس منه وأنا بعدين أرجعها. قولي يعني فلان يبغى فلوس أو أخذي أنت منه وبعدين أعطيني. هذا أخوي الثاني يقولي بيطلع يسافر بعد الإجازة. أنتوا عارفين الناس بعد الإجازة حقت العيد يصير ما في فلوس. المهم ما قدرت أقول. تقول يا أختي هو يزعل علي هذا أخوي. تقول زعلان علي ليش يا منك يعني ما جبتي فلوس من عند زوجس وزوجس عنده فلوس وكذا. والله تقول أنا تصدقين يعني زوجي تقول نفس وظيفتهم نفس الوظيفة كلهم يعني نفس العمل. تقول يقوم الرجال يزعل علي. تقول زعل علي وكل ما يشوفني يعني كأنه يقول مادي ليش يعني ما جبتي فلوس من عند زوجس. تقول تركته والله. تقول عن لذا الحين زعلان علي وشايل في خاطره وصار يعني يتحشاني وكذا. كل هذا عشاني ما قدرت أجيب فلوس من زوجي. اللهم لك الحمد. شوفي كيف عقب الموقف هذا تقول أنا ما قدرت ما عاد أقدر أتسلف لأحد. تقول صرت حتى السلف أنا ما أداني لا سمعت أحد يتكلم في السلف جاني كذا زي الرعب. الحمد لله رب العالمين. تقول الله موقف محرج يا بنات وإن شاء الله أن ما في أحد يوقف في الموقف المحرج. وصاروا إخواني يعني في نظر عماني كذا أن يعني ناس مصلحجين يعني يدوروا المصالح يعني يمشون يعني وراء زوجي وكذا أنهم يعني يبغون فلوس. هذا صارت نظرة إيش عماني أهل زوجي. وعد أنا خفت أنه بعدين لما يعني أتهاوش أنا وياه ولا شيء يقول إخوانك كذا. صرت خلاص كل ما يطلب مني أحد منهم أرفض. خلاص صارت يعني تخجاجة على قولتهم. صارت خلاص يعني رد علي أني ما أطلب لهم أبد. وصرت خلاص ما عاد أقول لهم شيء يا بنات عقب هذا الموقف اللي إن شاء الله ما أحد تقول ينحط فيه. أي الله يعني. أتمنى يعني أي أخ يعني عنده أخت ما يقعد يطلب منها أنها تتسلف لهم عند زوجها. ترى هذا مو بزين لأختكم يعني تخربون بيت أختكم وكذا ما يجوز. اطلبوا من الناس بعيدة ولا تطلبوا من زوج أختك. بعدين لو تزعلت أختكم وكذا ويا الرجال رح الرجال يعيرها بهذا الشيء. وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر إن شاء الله ومع السلامة.